خلال الفترة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير مش بس بإعادة بناء الإنسان المصري، لا كمان اهتمام بالنشأ، علشان يبقى فيه اهتمام بالنشأ بينعكس أو بيترجم إزاي اهتمام كبير جدا بقصص الأطفال، لأنها أسهل الطرق لتوصيل المعلومات وبناء وعي أي طفلة. وإحنا النهاردة معانا الكاتبة سماح أبو بكر عزت، صاحبة قصة حياة وكريمة، اللي هتحكي لنا تفاصيل قصتها اللي بتجسد مبادرة تطوير الريف المصري، وكمان هتقول لنا على الجائزة اللي حصلت عليها. بس يمكن دكتورة يعني أو حضرتك بتكلمي معايا، بنرحب بيكي طبعا الأول في صباح الخير يا مصر. ميرسي خالص، شكرا. قلت لنا قبل الفاصل إن اسم القصة حياة وكريمة مش حياة كريمة. حياة وكريمة. الفرق بقى. الفرق إنه أنا شايفة الحياة نهضة كبيرة جدا بتحصل في البلد. في كل المستويات وكل مناحي الحياة. مهم قوي ده يوصل للأطفال. الأطفال النهاردة بتتابع نشرات الأخبار وبتتابع السوشيال ميديا، ولكن لازم المعلومة تتبسط لها، وعشان تتبسط وتوصل لها لازم تبقى من خلال حكاية أو حدوتة. فأنا بتابع مبادرة حياة كريمة، وكان لي الشرف أن أنا شاركت بالفعل فيها. أنا رحت الأنطرة شارق وضمن فعاليات المبادرة، وقعدت مع الأطفال هناك في أكتر من قرية، فشايفة أن في تطوير الحمد لله. إزاي ده يوصل للأطفال؟ ففكرت أنه نعمل قصة عن بنتين، واحدة اسمها حياة واحدة اسمها كريمة. الله. يعني حتى التبسيط في اسم القصة كمان. أيوة. وبعدين القصة اشتغلت على مبادرة حياة كريمة، وفي نفس الوقت مبادرة اتكلم عربي اللي أطلقتها معالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، من خلال بنت عايشة في أمريكا اسمها حياة، جاية تقضي أجازة في أسوان، ولكن هي ما بتتكلمش عربي، بقالها سنين ما زارتش مصر، فبيحصل انها بتفقد الموبايل اللي عليه كل معلومات الرحله، فبتبقى مش عارفه تتصرف. ففي المطار بتتعرف على كريمه، الفتاه الجميله السمراء اللي من اسوان، وبتنشا بينهم علاقه، وبتدعوها كريمه انها تقعد عندها لحد ما يسالوا في الفنادق الموجوده في اسوان ويلاقوا الفندق اللي فعلا فيه حجز ليها. هنا بقى بتشوف الحياه في اسوان، تشوف التطور اللي حصل. هي واخده صوره عن مصر مغايره خالص عن اللي شافته. دكتور سماح، انت بتعملي حاجه جميله جدا، انت بتجيبي حاجات بتحصل احداث كبيره ومهمه وبتبسطيها للاطفال عشان يقدروا يعرفوها من غير ما نحتاج ان احنا نحطها بقى في كتب تاريخ ونكبر يعني الموضوع للاطفال الصغيرين. انت بتبسطي لهم الموضوع جدا. ازاي كده نقدر بالطريقه دي نجذب الاطفال ان هم يقروا؟ يمكن دي من الحاجات الكبيره اللي كل ام بتبقى بتعاني مع اطفالها، ان هم يقعدوا قدام كتاب ويقروا. ازاي نقدر نجذب الاطفال تاني ان احنا يرجعوا يقروا تاني من الاول؟ اول حاجه الطفل ذكي جدا وحساس جدا، ولازم اللي بيكتب للطفل يكتب له بعمق. يعني مره سالوا الكاتب الايرلندي سامويل بيكيت، قالوا له ليه ما بتكتبش للاطفال؟ قال لهم لانني لم انضج بعد. اللي بيكتب للطفل لازم يبقى انسان ناضج جدا، وفي الوقت نفسه عنده طفوله، عشان يعرف ازاي المدخل للطفل. صحيح. الطفل عشان تجذبيه حضرتك لازم اولا تكلميه بثقه بوعي، مش على انه مش فاهم، ولا كمان تكلميه بلغه اعلى من مستواه يحس انك بتتعالي عليه. اكلمه بلغته بالظبط. وتعرفي ايه المداخل ليه. يعني مثلا في قصه حياه وكريمه البطلتين طفلتين او بنتين، مثلا نقول في عمر 12 14 سنه. انت كمان عملتي قصه ايفر جيفن. قصه ايفر جيفن هي قناه لا تعرف المحال، بطلها طفل فعلا عايش في السويس، وجده قبطان ووالده قبطان، فعايش الأحداث، فبيشوف اللي بيحصل وقلقان على والده وجده بقى قبطان متقاعد، بيحكي له عن تاريخ القناة، بيحكي له عن يوم المرشد، بيحكي له عن التأميم، وإزاي لما الأباطنة الأجانب مشوا من القناة بعد التأميم إزاي المصريين قدروا ان هم يقوموا بالعمل. ورينا حجم الكتاب كده بس عشان الناس ممكن متخيله ان الموضوع ممكن يبقى كبير. لا لا لا، لا يعني كم انا عاجبني الالوان كمان، يعني مش فكره قصه وكلام رسومات ومرسل وخلاص، لا في رسومات، لا حاجه بتشد الاطفال زي ما حضرتك قلتي. عملها الفنانه سالي سمير الحقيقه، وبذلت فيها جهد كبير ان احنا كمان طبعاً نجيب يعني المعلومات والداتا اللي موجوده في القصه او في الرسومات، يعني تم بحث كبير عليها. يعني انا رحت بنفسي وشفت الاماكن اللي جنحت فيها السفينه، وخدت معلومات من المهندسين ومن الاباطنه ومن سياده الفريق اسامه ربيع. يعني هنا كمان حضرتك عامله نموذج ايفر جيفن ومشبهاه بملاعب الكوره. التشبيه ده اللي حضرتك بقى كنت بتقول عليه، انه انا لما خدت المعلومات قلت لهم طب السفينه حجمها قد ايه؟ قالوا لي طبعا اطوال واوزان وكل ده كويس، بس اقربها ازاي للطفل؟ الطفل مش هيستوعبه. ففضلت واحده واحده لحد ما عرفت ان هي حجمها يساوي 4 ملاعب كوره.
فما فيش طفل ما يعرفش احنا ملعب الكوره. احنا ما نعرفش المعلومه دي على فكره. يعني التشبيه ده حلو جدا. ما هو ده بقى حضرتك ده المفروض يحصل، انه اقرب المعلومه للطفل بحاجه قريبه ليه هو شخصيا. حاجه عقله يقدر يستوعبها بشكل عام. فيستوعب ويبقى مواكب الاحداث وفي الوقت نفسه متفاعل، لانك مش بتكلميه بلغه صعبه عليه. دكتور سامحني، يمكن امبارح كان في تكريم لحضرتك وحصدتي جايزه، كلمينا عن الجايزه اللي حصدتيها وعن اي قصه بقى من القصص. عن القصه دي اللي هي قناه لا تعرف المحال. قناه لا تعرف المحال، لان الحقيقه هي من اصعب القصص اللي كتبتها حقيقي. لان عشان اكتب للطفل قصه عن شيء واقعي هو عصره، مزج التاريخ مع الواقع وامزجه بمعلومات تاريخيه وحاجه هو عارف نهايتها. يعني دايما القصه بيبقى فيها ايه، تشويق، انا مش عارف القصه تنتهي على ايه، لكن هو عارف ان مصر نجحت في 6 ايام انها تعوم السفينه ايفر جيفن، وازاي العالم كله انشغل بقضيه السفينه. صحيح. فهنا مفيش جديد، ما هو عارف النهايه. بس ازاي هتتقدم؟ ازاي في وقت وجيز بعد على طول تحرير السفينه بدات العمل بتكليف من الدكتور هيثم الحاج علي والدكتوره ايناس عبد الدايم وزير الثقافه، ان انزل واسافر واروح واجي وابحث واكتب، وبعدين بعد جمع المعلومات ازاي تتصاغ في شكل قصه. كانت بالنسبه لي انا تحدي. يعني هو تحدي وفي نوع من انواع المشقه طبعا، السفر وحصد المعلومات او جني المعلومات. أي. لكن بتتوج او يعني طبعاً بيكون جني الثمار الحقيقيه بقى بمجرد خروج القصه دي للنور. ازاي بقى القصه دي نستفيد بيها ان اولادنا او اخواتنا الصغيرين في المدارس يقروها؟ والله هو بصراحه يعني انا الحقيقه اندهشت. انا كنت متصوره انه القصه مش هتلقى التفاعل الكبير ده مع الاطفال. انا فوجئت الحمد لله ان كل معرض كتاب بيتعمل بتنفذ القصه تخلص. وبعدين عملنا حاجه لطيفه قوي، انه عملنا بازل مع القصه. اللوحه للسفينه تم تعويمها، فالاطفال وهي بتكون البازل هتحس ان هي شاركت في تعويم السفينه كانها جزء من الحدث. فده جميل، الطفل يحس انه دايما الطفل يحب يحس انه فاعل مش متلقي بس. دكتوره صباح، ايه المشروعات القوميه الثانيه اللي عايزه تعمليها قصص؟ والله يا حياه كريمه، الحقيقه من المشاريع اللي انا سعيده بيها، ودي احدث قصه لسه نازله يمكن من يومين في المعرض، فان شاء الله انا بواكب الاحداث وكل تطور جديد وكل انجاز بيحصل على ارض مصر تحت رعايه فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، انا ببقى فخوره بيه وببقى عايزه الاطفال كلها تبقى حاسه بده. ده تنميه الانتماء. لا، وانا عايزه اقول لك انا عاوز اعرف نهايه مهمه جدا، يعني في توصيل المعلومه مبسطه للاطفال عشان يعرفوا هم. انا عاوز اعرف نهايه زي نهايه قصه حياه كريمه دي. اللي حصل انه حياه لما راحت عاشت في البيت في اسوان بدات تكتشف الحياه، وبعدين لقيت انه والده حياه، والده كريمه اقصد، لان كريمه كمان ليها اخ اسمه كامل هو اللي كان جاي على الطياره مع حياه من امريكا. فلقيت ان الوالده بتعمل مشغولات على النول، حاجات جميله جدا للبيئه الاسوانيه، والمشغولات دي بتتباع في البازارات للسياح، فاقترحت انها تاخد بعض هذه الاكلمه في امريكا وهتعمل يوم خيري، عائد بيع هذه الأكلمة هيروح لحياة كريمة. الله. وفي الآخر والدة. لا، وده عمل نهاية تانية بالزبط. لفكرة إن هو كمشروع قومي هو مشروع ليس له نهاية إلا بتوفير حياة كريمة لكل مصر عايش فيه، يعني ربوع مصر وقرى وريف مصري. وده اللي بتعمله فعلا معالي السفيرة نبيلة مكرم، إن هي بتعمل على طول لقاءات زوم مع الأطفال المصريين في الخارج للدعوة للمشاركة في المبادرة. وفي الآخر والدة كريمة بتعمل شال لحياة وهي مسافرة، تكتب عليه كريمة، وتعمل شال لكريمة تكتب عليه حياة، وتكتب حياة وكريمة، قلب واحد بيحب مصر، عيون بتشوف الجمال، وعزيمة ما تعرفش المحال، إيدين تبادر بالخير، وعقل يفكر دايما في الغير، حياة وكريمة في أي مكان في الدنيا، نتلاقى بكل ود ما يفرقنا حد. نظر حقيقة أنا أشعرته حقيقة بكل الكلام ده. رسوم الفنانة الجميلة كمان هيام صفوت، الحقيقة عبرت عن بيئة أسوان بشكل جميل، بحس انه يعني لا، واسوان تحديدا اختيار اسوان كنموذج بيعتمد على فكره الالوان اللي موجوده هناك، الوان مبهجه اصلا. خلينا فاتحين الصفحه دي واستاذنك بس ان نوريها للكاميرا، مبهوره بالالوان، مبهوره بالكواليتي حتى بتاع الورقه نفسها. أيوة. والطباعه عامله ازاي، مبهوره بالفكره، جت ان هي جت لك ان انت عايزه تبسطي فكره المشروعات اللي بتحصل في مصر او الاحداث الكبيره اللي بتحصل في مصر، تبسطيها لسن صغير عشان يقدروا يعرفوا اللي بيحصل حواليهم من غير ما نكبر لهم الموضوع. أيوة. بقى نكلمهم، غير ما نعقد ونكلكع الموضوع. لا لا لا، يعني هي مثلا اقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي انا حاولت ابرزها، انه حياه لما راحت اسوان طبعا
المأكولات اللي بتشتهر بيها أسوان، التمر والقصب والحاجات ديت بدأت عجبنا، فبدأت تاكل تاكل، فحست شوية يعني وعكة في المعدة، فراحت الوحدة الصحية وهي متخوفة، هي واخدة صورة مغايرة، لقيت في تقدم كبير، لقيت الدكاترة على أعلى مستوى، لقيت إن كله زي ما هي يعني بتشوف برة، فكانت مبهورة. لقيت إن في مشروعات بتتعمل في محو أمية. اللي حضرتك بتقوليه ده فعلا بيحصل على أرض الواقع، يعني أنا فعلا يمكن أثناء مشاركتي في نسخة من نسخ منتدى الشباب لما كنت بشوف الأجانب وتحديدا في أمريكا، يعني أمريكا تحديدا لما كانوا بيجوا فاكرين مصر هي لسه مصر أيام الفراعنة، الجمل والهرم بس، مفيش عندنا تقدم، مفيش نهضة، كانوا بينبهروا لما يشوفوا ده. حضرتك اللي أنت ترسخي ده في فكر الأطفال حاجة هايلة. أنا أقول لحضرتك حاجة بمناسبة الكلمة حضرتك قلتها، أنا قصدت إن أخو كريمة باسمه كامل، فهي واقفة في المطار مستنية أخوها، فهي واقفة معاها بتقول لها يا رب الموبايل يكون الراكب اللي جنبي لقاه، فبيجي كامل من بعيد، فكريمة بتقول كامل، قالت لها كامل، توقعت انها لا ده كامل اخويا جمل، يعني الكلمه اللي معلقه في ذهنها بالظبط، اهو كامل اهو جاي، وهم وهي واقفه معاه بتقول لها كامل، قالت لها لا ده اخويا كامل. يعني برضو الحته لعبت على المفردات والصوره الذهنيه اللي موجوده بره يعني. بالظبط. كنا لسه بنتكلم في يمكن بدايه الحلقه عن اهميه معرض الكتاب، ويمكن حضرتك ورتينا دلوقتي اهميته، كنا بنتكلم ان احنا لسه لغايه دلوقتي ما زرناش المعرض، لكن اكيد بعد القصص الجميله دي احنا النهارده مش هاجلها ولا بكره ولا بعده، اتفقنا نخلص الحلقه ونطلع. يا ريت والله، بعمل فعاليات مع الاطفال كتير في المعرض، حكي قصص ومناقشات وكده، فالحقيقه بيبقى مهرجان، يعني مش معرض ده، مهرجان فني وثقافي وعلمي، يعني في كل الانشطه. طيب دكتور، عاوز اعرف بقى ايه الاعمال اللي جايه. حضرتك قلتي ان انت عملتي يمكن خدتي جايزه عن القصه الخاصه بايفر جيفن، ايه الاعمال اللي جايه ليكي؟ اكيد ما وقفتيش عند كده وبتكتبي حاجه، عاوزين بقى حصريات بقى. والله هو في انا عامله سلسله للاطفال تحببهم في اللغه العربيه بس بشكل بسيط جدا، فبرضو السلسله دي الحقيقه اسمها يوميات ريهام وحروف الكلام، انا برضو فوجئت انها عليها اقبال كبير جدا، لانها بتقدم العربي بس بشكل بسيط، بشكل مبسط. فبنستكمل الحقيقه السلسله لان ليها يعني رد فعل واسع، وحسيت الاطفال بس عايزه اللي يديها المعلومه بشكل لطيف. ليها علاقه بتكلم مصري او اتكلم عربي؟ ليها علاقه بتكلم عربي؟ صعوبه تتكلم عربي، هل بنتكلم ان يمكن عشان في بعض المدارس لغات كتير، فبعض الاطفال دلوقتي بنشوفهم بيتكلموا لغات تانية؟ بالظبط. يعني ولا صعوبه توصيل معلومه اللغه نفسها، اللغه العربيه؟ الاثنين. اللغه العربيه دايما متهمه انها لغه صعبه وتقيله، هي بسيطه بس للي يحبها وللي يقدمها بشكل لطيف وبشكل ان كسره وفتحه ممكن تغير المعنى وتعمل حاجات حتى كوميدي، يعني زي الفرق ما بين القمة والقمة مثلا، إن القمة هي أعلى الشيء والقمة هي القمامة، القمامة يعني، فنعمل حاجات لطيفة طريفة، مش كل ولا تقل طبعا جميلة، بس بالنسبة للأطفال، أطفال ما بتحبش الحاجات المباشرة ولا الأوامر. الصرف كمان في اللغة إزاي بيغير معنى الكلمة يعني. ده مهم، وإيه الكلمة اللي نقولها في الوقت المناسب. دكتوره سماح ابو بكر عزت، احنا بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صلاه الخير يا مصر، ونتمنى لك التوفيق بقى، يعني بصراحه مجهود صعب وشاق، بس زي ما قلنا يعني اللي بيكلل النجاح في الاخر. تفضلي مكمله، لان دورك مهم جدا لكل الله. اطفالنا اكيد. انا الاسعد بيكم، ميرسي جدا على الاستضافه، والف شكر ليكم، ودايما موفقين يا رب. صباح الخير يا مصر، ومبروك الجائزه مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك يا دكتور.